من الأصدقاء. نسكن في نفس البناء، نذهب للمدرسة سويا، ومعا نرجع في المساء. إن تسألنا عنواننا خمس شارع الأصدقاء. رامي نشيط ومحبوب، شوقي في الشعر يذوب، متعب متهور جريء، مهلول ساذج وبريء، نجيب عن كل شيء يجيب. خمس شارع الأصدقاء. هو مسجل عم عباس، هذا أغنية مسلسل. إذا أطفئ التلفاز، أنا تعبان أريد أن أرتاح. يا عالم، خمسة شارع الأصدقاء، خمسة شارع الأصدقاء. في ظني أن هذه الكلمات لا تصلح لأغنية المسلسل. لن أعترض على ألعاب الحاسوب بعد اليوم. لن أوافق الأصدقاء، لن أوافق الأصدقاء على رأيهم. لن أقول بعد اليوم. شوقي شوقي استيقظ، شوقي ما بك؟ عدت تحلم ثانية؟ نعم، كنت تطاردني بالمسدسات والمدافع الرشاشة. لابد أنك كنت تسمع أصوات اللعبة فدخلت إلى عقلك الباطن وتحولت إلى حلم. ليلة أمس كادت الديناصورات تلتهمني لولا تدخل مايكل شوناطر في اللحظة الأخيرة. محظوظ من ينقذه مايكل شوناطر، ومنحوس من كان عنده جهاز حاسوب وأخ مهووس مثلك. رامي، لم أعد أستطيع أن أمضي كل ليلة على هذه الحالة. حاضر، منذ الغد سأضع سماعات للأذنين حتى لا أزعجك. ما كل هذه التضحيات؟ ظننت أنك ستقلل من اللعب على الحاسوب. بالتأكيد، وهذا أيضا. بالتأكيد، وهذا أيضا. هذا هو كل ما عندك؟ ليكن معلوما لديك أن الأصدقاء ممتعضون من تغيبك الدائم في مقهى الإنترنت. على رأيي متعب، من الخطر إدمان هذه الألعاب. متعب؟ وأين نجيب؟ نجيب؟ ما دخل نجيب في حديثنا؟ لأن هذه النصائح من اختصاصه عادة، لكن يبدو أن متعب دخل على الخط. طمني، هل قال لك في اعتقادي أو أثبت العلم الحديث أو ما شابه ذلك؟ لا. إذن حالته ليست خطيرة كحالة نجيب بعد. دعني أنا الآن. معك خمس دقائق فقط، علينا الاستعداد للذهاب إلى المدرسة. كم الساعة الآن؟ صح النوم، 6:30. لن تستطيع التركيز في الدراسة اليوم. على العكس، أنا في قمة النشاط بعد النصر العظيم الذي حققته في اللعب اليوم. نعم، كان أبو الطيب المتنبي شديد الاعتزاز بنفسه، وهو القائل: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. صباح الخير يا رامي. صباح النور.
هل الفطور جاهز؟ بالتأكيد، ولكن برأيي نم ساعة أخرى وسنوقظك على الغداء. شكرا لك. قيام. نعم حاضر. ألا ترى معي يا سيد رامي أن السرير مريح أكثر من مقعد الصف؟ أعتذر يا أستاذ عارف، لقد سهرت البارحة على الحاسوب ولم أنتبه للوقت. وماذا كنت تفعل بالحاسوب؟ كنت يا أستاذ، كنت أبحث عن معلومات في الإنترنت عن عن أفضل طريقة لإضاعة الوقت، عن سرقة المصارف وتخليص الرهائن. أصبحت الإنترنت يا أعزائي وسيلة مهمة لاكتساب المعرفة. أسمعتما؟ لكنها تصبح خطيرة إذا أسيء استخدامها. أسمع؟ والحاسوب اختراع مدهش يا أستاذ، يمكن لنا أن نجد معلومات عن أي موضوع يخطر ببالنا من خلال الإنترنت. أسمعتما؟ لكنه يصبح خطرا إذا نسي الإنسان نفسه وأخذ يمضي الساعات الطويلة أمامه. أسمعت؟ على كل، يسعدني أن يكون التلاميذ في مدرستنا مهتمين بتحصيل المعارف العامة، شرط ألا تحولوا غرفة الصف إلى فندق للنوم. أسمعت؟ تداركنا الوقت. حسناً، للأسبوع القادم فليقم كل منكم بكتابة موضوع عن شاعرنا المتنبي يستقصي معلوماته من خلال الإنترنت. شكراً لكم، السلام عليكم. وقدما. ماذا جرى؟ وقدما كارثة. لقد ركل بهلول قدم شوقي. والله كنت أقصد الكرة. هل الإصابة خطيرة؟ نعم خطيرة جدا. قدمي تؤلمني. إذن لنستدعي الطبيب. لا داعي، فحصه المشرف الرياضي، يحتاج 3 أيام من الراحة فقط. أريد أقلاما وأوراقا لتدوين قصائدي في رثاء قدمي. كلها 3 أيام وتشفى، الأمر لا يحتاج الرثاء. شوقي، لا داعي للمبالغة، مجرد التواء بسيط. وكيف سأعيش بقية حياتي بقدم عرجاء؟ كيف؟ قدمي يا للألم، أرثيك بالورقة والقلم. انتهيت، سأعتكف في جزيرة مهجورة لأمضي بقية حياتي وحيدا. سأعتكف معه. كفاكم إضاعة للوقت، هيا لنترك شوقي يرتاح قليلا. لا نتحرك من هنا، سأبقى قربه لأعتني به. لا عليك، سيعتني به رامي عندما ينهي اللعبة. لا، سأبقى هنا. قدمي. قدمي. تعال معنا، سيكون شوقي أكثر أمنا بغيابك. رامي، سيكون بحث اللغة العربية الذي ستقدمه هو الأفضل بالتأكيد. سلام. بهلول، ماذا تفعل هنا؟ جئت للإطمئنان على شوقي. ولما لم تقرع الجرس؟ خشيت أن أزعج شوقي. شوقي بخير، لا تقلق، أظن أنه نام أخيرا. سأجلس قربه. ربما من الأفضل ألا نزعجه. لن أزعجه.
أقصد أن دعو يرتاح. سأريحه. يا أخي أقصد أنه لا داعي لوجودك معه الآن. أرجوك يا رامي. لكن أرجو. حسنا، سأذهب لأجلب له الدواء المسكن، لن أتأخر. السلام عليكم. ظننت أنك ستفرح بها. بهلول، ألا ترى أن قدمي متورمة؟ لا، الرباط يمنعني من رؤيتها. لنفكه. لا 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 لا، أرجوك ابتعد عنها، إنها تؤلمني. لا تعرف أصول اللعب. انتبه وراءك يا متخلف. غبي. أيها الغبي، لقد قتلت الهوستيج. أرجوك دعني، يجب أن أجلب الدواء المسكن. لا لا لا، لا تحاول إقناعي، جئت في وقتك. خذ ضوئية. ولكن أخي ينتظر. يا أخي ونحن ننتظر. هيا تعال تعال. علي أيضا أن أحضر بحث اللغة العربية، أرجوك. نحن أيضا نحضر لهذه اللعبة ونبحث عن لاعب منذ ساعة. ينقصنا جاسوس. نصف ساعة لن تقدم ولن تؤخر. تقتل الهوستج يا غبي. انتبه انتبه وراءك ايها الاحمق. لا تأخذ قناصا ايها الأبلة. انتبه، خذ قناصا وراك. خذ قناصا. ارمي القنبلة. ارمي القنبلة وراك. وراك وراك يا غبي. انتبه انتبه وراءك ايها الاحمر. انتبه انتبه وراءك ايها الاحمر. ماذا تقول؟ ضغط على قدمك المصابة بكل قوته. كنت احاول عصرها ليزول الالم. يا حرام، الورم يؤلمه. ثم وخزها بالدبوس، تخيل. أردت تنفيسها ثم تذكرت وغيرت رأيي. الحمد لله. ماذا تذكرت؟ مرة أردت تنفيس بالون أختي نورة بالدبوس فانفجر. يا إلهي، ماذا يمكن أن أفعل لأجله؟ ضميري يؤنبني. لا عليك يا بهلول، المهم ألا تفعل شيئا. لا لا لا، قدمي، ساعدوني أرجوكم. حسنا، سأحاول المساعدة، اهدأ. تجاوزت المرحلة. ممتاز، أنت أفضل لاعب في العالم. شكرا، لا أشعر بالجوع. كل يا رجل كل، لو لم تكن بطلا ما أضعتك في شطيرتي، فأنا أقرف من الآخرين. لا تأكل أيها الأبلة.
هيا قبولك شطيرتي يدل على احترامك للفريق. لا 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 شكرا أنا لا أدخن. أين احترامك للفريق؟ للفريق هل كنت تدخن؟ لا لا المكان كان عابقا بالدخان. نعم نعم كان عابقا بالدخان ولا بد أن الرائحة تعلقت بثيابي. هي هي عدت للعب على الحاسوب؟ ارحمنا يا أخي ألا تكفي قدمي؟ لقد تسليت قليلا. وما علاقة قدمك بالأمر؟ إنها تؤلمني. هل أحضرت المسكن؟ ها ماذا؟ يا إلهي لقد نسيت أنا آسف. ولم تبدأ ببحث اللغة العربية أيضا؟ سأنهيه في الوقت المحدد لا تقلق أنا سريع في العمل على الحاسوب. نجيب يكاد ينهيه. وأنا ما زلت أملك الوقت الكافي. لا تنسى أن خبرتي باستخدام الحاسوب تفوق الجميع. ومتى سيكون منتهيا؟ من؟ البحث البحث يا أخي البحث. ركز ركز. الأمر لن يستغرق وقتا طويلا وسيكون البحث جاهزا ومطبوعا أيضا صباح الغد أي قبل الموعد المحدد سأبدأ به الآن. حصلتم على معلومات مهمة بالفعل. بالمناسبة من منكم أنهى بحث اللغة العربية؟ سأهديك عكازتين. لا لا سأهديك كرسيا متحركا. يا لحظي العاثر سأعتكف في إحدى المصحات لأمضي بقية حياتي. أنا السبب أنا السبب لن أستطيع الحياة سأعتكف معك. لا لا ليس أنت ليس أنت. شوقي يا للهول أنت تسير تسير. أرأيت يا متعب هذه نهايتي. أنت 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 تسير بصورة طبيعية. قدمي قدمي زال ألمي. أين رامي؟ لقد وعدني بزيارتي ليساعدني في طباعة البحث. لمحته في مقهى الإنترنت. ثانية؟ لا لقد زاد الوضع عن حده. طنبورة انتبه خذ قناصا أيها الأحمق. خذ ضوئية بالقنبلة قنبلة ولا قتلت الهوستيف يا لحظة لحظة لا مشكلة لا تقلق يوم لك ويوم عليك. الذكي من لا يعرف كيف يضرب. سنلعب ثانية غدا وزعلي خذ ضوئية أن تأخذ قناصا. يبدو أن اللعب على الحاسوب بات خطرا هذه الأيام. لا ما 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 انت أخطر من الملاكمة. سلام شباب أحضرت هذه لرامي. آسف كنت أقصد حافة السرير.
أترك رامي يرتاح قليلا. أبدا، سأبقى قربه لأعتني به. كنت أقصد السرير صدقوني. شارع الأصدقاء.